السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة ميسر محمد علي. إن شاء الله الليلة عندنا مروحة واقفة في مكيف كونسيل، وإن شاء الله نوريكم الكود وطريقة الحل. زي ما شايفين المروحة متوقفة تماما يعني، والمكيف ما بيحصل فيه تبادل حراري بالنسبة للوحدة الداخلية، بالنسبة لمكيف الجي انفيرتر. طيب زي ما شايفين هنا بيظهر معانا CH10، ده معناها شنو؟ أول حاجة نتأكد من الكيبل بتاع المروحة، ونتأكد من المقاومات بتاعة المروحة، ونتأكد من حركة المروحة إذا كانت سلسة أو غير سلسة، ونتأكد من الكيبل بتاع المروحة وقراية المقاومات بتاعته. تمام. الشيء الأخير نتأكد من البي سي بي أو اللوحة الإلكترونية اللي بتغذي الموتور. تمام كده عرفنا العطل ونجي للحل. زي ما شايفين المكيف واقف حاليا، ودي الوصلة بتاعة الموتور. تمام، نحن هنعمل معالجات خطوة بخطوة، نتأكد من الموتور أولا، بعد ذاك نتأكد من اللوحة الإلكترونية. زي ما شايفين دي الكويل بتاع الموتور اللي هو بيركب في اللوحة في المنطقة دي، بالنسبة للوحدة الداخلية للمكيف ال جي الانفيرتر. تمام، حاليا نحن أول حاجة غيرنا البي سي بي دي عشان هي فكها سهل. أول بدينا بيها غيرنا، طلعنا البي سي بي القديمة ودخلنا بي سي بي جديدة. دي طبعا البي سي بي القديمة، حتى إذا كان فيها عطل نصينا أو نستبدلها، يعني بتلقاها في الشركة. ده الحل الأول. فصراحة الحل ما نجح معانا، يعني الكود بيظهر مرة تانية. فبالتالي نحن هنغير الموتور، نثبت الكويل ده في مكانته هنا، نغير الموتور، نستبدل موتور جديد. والحمد لله زي ما شايفين الموتور اشتغل معانا تمام 100%، واختفى معانا الايرور. طبعا الايرور ده بيظهر على الكونسيل والكاسيد والباكج، كل واحد حله. اتمنى تكون افدتكم، والسلام عليكم.